لو الحكايه فيها ان فيتو تعرفنا محرك دكتور احمد علي قسم التسويق في شركه فارم المصريه لمسافرات تجميل. محرك كان عندك ايه عشان تقوله في المنتج؟ احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا اول شركه مصريه تصنع سان سكرين او اللي احنا بنسميه بالعربي واقي شمس بكواليتي الشركات الاجنبيه. مش بس كده، ده اول صنف يعتبر احنا بنقول عليه تنتد، اللي هو السان سكرين تنتد، ده اول صنف صناعه وطنيه. واحنا طبعا طبقا للسياسه الوطنيه او القياده الوطنيه في مصر بنتكلم في تشجيع الصناعه المصريه، فاحنا نعتبر من الناس اللي بادرنا في تصنيع السان سكرين. طيب وايه الفرق ما بينه وبين السان سكرين اللي هو عامل 300 جنيه دلوقتي في الوقت الحالي؟ احنا بنتكلم في صناعه وطنيه، احنا بنتكلم من الاسعار اللي بره بسبب الفاكسيا والدولار والكلام دوت. خلي مقصر دلوقتي حاجه صناعه وطنيه.